السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وبصحتي جيدة إن شاء الله يا رب العالمين. دخل عليكم رمضان فاش ما تمنيتو إن شاء الله، ويشفي كل مريض يا رب العالمين، ورحم كل ميت يا سيدي يا ربي. اليوم جيت باش نشارك معكم زينة رمضان ومبارك عليكم رمضان، ونقول لكم رمضان مبارك كريم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ورفع الأثقال والعون على الصيام والصلاة وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اللهم آمين. مهم بغيت نشارك معكم زينة رمضان. العام اللي فات شاركت معكم كنت يلا حليت القناة عملتها قال عملتها في بيت الكلاس، وهاد العام هذا عملتها في بيت الاكل. المهم هنايا عندي هادو اللي كيلصقو في الحيط، هذا فيها رمضان مبارك، هاديك اللي شعلة فيها الضو رمضان كريم، وهذه اللي هنايا فيها رمضان كريم حتى هي، والفانوسات. الفانوسات ضروري ضروري من الفانوسات. وصافي نتوما كتشوفوا هذا الضو هذايا كيخدم هذاك يخدم بالضو ماشي بالحجر، يعني كنقدر شتي فيها نجمات وفيها فيها القمر. وهنا عندنا هذا ريموت كنترول كتبدل بها الا بغيتي هيدا يعملو بحال هكذا، ولا بغيتي كيعملو بحال هكذا، ولا بغيتي تخليها هكذا قشاعل من بعد كتطفى. صافي تما عندي الفانوسات حتى هما الفانوسات مشعولين تما، نتي نبدل اخرى كانت مضوية حسن. كنتمنى يعجبكم. لا خلي هادي خلي هادي، كنتمنى يكون يعجبكم زواق زواق رمضان. نتوما كتعرفوا الدراري بعدا واش كان، نتوما كتعرفوا الغربة زعما الصراحه ماشي ضروري حتى في الغربه، حتى في البلاد الواحد يقدر يعمل. شتي هادي انا نخليها هكذا شعل هكذا، غادي نخليها هكذا. انا قلت لكم الدراري باش كنعرفوهم سبق لي قلت هادشي هذا العام اللي فات، ومن بعد كيعرفوا بان رمضان هذيك تما حتى هي فيها رمضان المبارك نفس هادي. صافي هادشي اللي كاين. انا قلت لكم غير على الدراري، وحتى حنا يعاودوا سبحان الله العظيم، حتى حنا يعاود النفسيه ديالنا كده كنفرحوا النفسيه ديالنا، نحسوا راسنا بان رمضان ماجي. المهم هذاك الشيء خصك تعملو نتينا راسك. صافي هادشي اللي كاين، بغيت غير نوريكم. غادي يكون فيديو خفيف وظريف وقصير ماشي طويل، مش مدعيوشي مني. نتمنى يكون الفيديوهات ديالي كيعجبوكم، وانا قلت غير نشارك معكم وصافي هادشي اللي كاين. ايوا رمضان مبارك سعيد، وكل عام وكل رمضان وانتم بخير وبصحه جيده ان شاء الله، ومع السلامه في الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف.